واش لاقاو من كده عليه محبكم فين جديد فاتكم كاملين بخير كاملين ولا اي حاجه نتوما ديروا لايك شي لايك اخواتي بحيت راه والله الا داك اللايك نتاعكم والكومونتير نتاعكم كيفرحوني بزاف كنشكركم على اخر فيديو عطيتونا الدعم مزيان والله فرحتوني وخصك تعرفوا بلي رجعت شويه ديك الطاقه اللي كانت فيها هذه شحال تنحط لي فلوق بزاف تقسم معكم اي حاجه درتها يعني والله تحشتكم تحشت دوك الكلمات اللي كنت كنحط بزاف وهذه يعني خوتي داكشي اللي نتمنى منكم تسوبورتيوني وانا والله حتى نعجبكم مغامرات راهم جايين في الطريق وراكم عزاز واللي جديد مرحبا به واللي قديم مرحبا به حتى هو وخوتي اليوم في هذا البلوك واش غادي ندير؟ راكم عارفين انتم في البلوك اللي فات شفتوني مشينا خدمنا الزيتون المهم الزيتون راه سالينا خدمنا غير ربع ايام داك الزيتون اللي خدمناه ماشي يعني خدمناه عند شي باترون خدمناه مع واحد السيد صاحب الوالد داك الزيتون ساليناه جمعنا يمكن شي 35 خنشه تاع الزيتون غادي نمشيو ان شاء الله دوكا للمعصره ونطحنوا داك الزيتون وتمتم غادي يعطيونا يعطيونا داك الزيت في القرائم ديالو يعني غادي تشوفوا الزيت ناض زوين خرجها شنو خرجها شحال قرني ولا ندير البيرمي خصنا نسوقو واحد الحاجه لا فامي مع ما لقيناش شي فورغو باش نديو ديك السلعه غادي كل واحد يدي لوطو انا غادي ندير لوطو الوالد غادي يدي لوطو حميد غادي يدي لوطو ديالو والسيد اللي معانا تا هو غادي يدي لوطو كل واحد غادي يدي 7-8 الخناشي كل واحد غادي لا كل واحد غادي يدي 8-7 وغادي نديو شوف بغيت نقلب عليهم البارح شوف خوتي بلعت على السوارت في اللوطو وبقيت كنقلب عليهم الحمد لله عند الكوبي علاش مزيان الكوبي والسوارت دايم كنصافو الكونتاكت وكنبلع عليها مع مالوش نصوغ ديما كندير شي حاجه كنساها والله الا خوتي لا شباب فيها محيور تخيلوا السوارت مخليهم هنايا وزعما كل ما كانتش عندي الكوبي ديك النهار عاود نفس الحاجه بلاصيت واحد البلاص خليت السوارت في الكونتاكت وبلعتها وخرجت مع كتبلعش اوتوماتيك ولا كنبلعها غير باليد يعني وليت تال درجه في الكوبي في الطبيعه كنسى السوارت اما لاصقين يا اما طايحين هنايا هذا هو حل بوجهي دوكا بادي يجي مورايا غادي يبقى يعايرني ويصوني وغادي يزيد يفعفعني والله وهاد الفيلاج هذا اللي نمشيو له بعدا شي 35 كيلومتر المهم بقاو معنا وغادي تتابعوا خوتي هاد المغامره كامله ليتس جو لا فامي غادي ندخلوا السوبر واحد دقيقه غادي نمشيو نشريو دوك الشكاير الكحل الكبار باش نغلفوا اللور الكوسانات باش نحطوا الزيت ما يتوسخش راكو عارفين الزيت الا مشى تقاس قاس لك شي حاجه كيطيحها صح حساب ديال الحديده هو الزينه ديال الحديده ما خصكش تبلعها لان ما فيها حتى حاجه اللي غادي يديوها لك الا لا داو لك الكاسيطه وريهم بعدا الشكاره قول لهم صباح الخير صباح الخير عليكم ربي يحفظكم فامي صدقنا لينا دخلنا نزيدو الشكاير حيت حبنا فيهم بزاف ما فيهم 10 حميد راك تما كل واحد راه داي لوط المهم راه حنا غاديين اخوتي انا كنصحاب لي غادي نفرشوهم الساعه لا كل خنشه غادي نديرو فيها شكاره حيت الشكاير كبار مع هذاك الزيت الزيتون كيطلق واحد الزيت ما داير ريدو تيدي اوتوماتيك اخوتي اما هادو خليتهم هنايا قلت والله انا خليتها لناس ما يديوهاش هادي باش زينه تخيلوا كون كانت عندي شي مرسيدس وخليتها محلوله وخليت السوارت يديوها بصح هادي ما يديوهاش لان هادي ما يزعموش عليها فهمتوا ديكو انت موسقو شويه بعدا تسناه اسقوا شويه اخواتي اذا بغيتوا تسمعوا الراي ولا واش بغيتوا تسمعوا نطلقوا شويه القصبه ولا موح قريب تسنى الصباح هذا خصنا نعيشوا شويه رافي راه كاينه وحده حاد عليا هادي الورق تاع اللوطو راهم كلشي راهم افخي ها انتم اخواتي خليهم هذا راه يصوني للوالد نسدوا الطريق وانتموا اسقوا واو على ديسك الدنيا فيها الخداع والحيلة كاسيت هذا تاع الواليد 1990 راه داز السمع عطاهم لي كادو الناس كتعطي للولاد شي حاجة أنا الواليد عطاني الكاسيت وكيوصي مازال عليه وهذه كاس نص الغرب اون جينيرال خوتي غادي نفوتو الدوزيام وتسناو المغامرة اللي راح جاية بهاد الحديدة هادي أما كان غير حرق الجوان تاع المدير حميدة هو مورايا يا الأخوتي بقاو معانا ودعيو معانا نوصلو نديرو الحزامة ما درناهاش راه البيرمي الله جديد غندير أي غلط يحيدوه اللي نتوما عارفين تعذبت باش ديتو دركا دينا البيرمي شينا اللوطو دركا اللي غادي يكونوا المغامرات ان شاء الله علاش كنتمنى منكم الدعم اخوتي نتمنى ما تبخلوش علينا وديروا لايك راه باش كنشوف لي لايك بزاف وكومونتيرات بزاف نتاعكم والله العظيم الا كان فرح والله ما كذب عليكم هاي هاي هاي
ايه هلا فامير، احنا نسوقو راه الليله اللي غادي في لوطوروت. يو قصيد الله يحفظ. شوف 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 على شحال هذا. او يا والله الا قصيده. والكار الشركه اللي كنمشي فيها مشهوره في الاسبان افانسا، الله يستر. صح هو شيفور تاع الكار، باش تكون شيفور تاع الكار خصك تكون واعر. الله ينجينا من هاد القصايد اخوتي، والله كنشوف هاد الشيء كنخاف. سوقتوني الله جديد. مي الواحد نصيحه دائما يدي البيرمي، يحاول يتلقي الدو في الطوموبيل تاعو تاع با. واخا انا عارف حنايا المغاربه عندنا الوالدين راه ما يبغوش يعطيك الطوموبيل، الله ما يعطيها لك. يعطيك راه الطوموبيل تلقاها داير لها باكثر من مراتو يتهلا فيها، والله ما يعطيها لك. انا واش كون مشيت شادي هذه يعطيني هذيك، ها هو سابقني قدام، والله ما يعطيها لك، يتهلا فيها اكثر مني كاع يمكن. عم يداوم ورايا. ايوا انا راني غادي في وسطهم، رحنا غاديين ميا بشويه. نصيحة الناس اللي دي البيرمي بشوية عليكم، يعني ما تبقاوش دير ديك السرعة، راه ماشي مزيانة. الواحد يسوق غير بلاتي عليه و تيتعلم، وخا يتعلم ما يفوتش 120، راه داك الشجرة والله ما كيوصل لشي بلاصة. راه قالك لي زربو ماتو. لا فامي حنا وصلنا، سمتوني غادي نخدمو في حوايج الخدمة، وانا غادي وانا جاي هاك كنهز الشكاير تاع الزيتون. هاد الجاكيطة يمكن غادي نودعها. هانتوما نتسناو نورديني يجي ونمشيو نشعلو ونوريكم واحد الدار كاينة هنا قديمة. والله ما عرفتش انا واش هادي شحال كانوا الناس اللي كانوا يعيشوا هنا قصار، والله ما نعرف. شوفوا البيبان تاعنا، شوف انا هاد الباب ما نقدرش نفوت فيه. شوف وكان واحد من نوري لكم تموتوا بالضحك. شوفوا شوفوا على زناقي كده، شوفوا هاد الباب. شوف 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 هادي راه كان طار، هادي كان طار بكري. شوف هادو عاد راه بني جديد، ولكن راه كاين شي دير هنا اخوتي، راه والله ما يدخل لكم في الراس. فشكال الفيلاج هذا عهد ما عرفش الاستعمار ولا ما نعرف. هكذا اللي تقريبا الفيلاجات السليمة. ها هو الخفي، هذا هو الباترون الكبير كاع هنا في هذا بابلو سكوبا. هذا هو القنيطري اللي كان خفيف في القنيطرة، دوك عاد راه خفيف في سمايا. ها ديروا جيم على نور الدين في مدرع. كنت نوريهم هاد الدار نور الدين، كنت نوريهم هاد الدار. انت دوك هادي هادي انت ما تقدرش تدخل له، لا ما تدخل مع هاد الباب بحال دوك اسمي هادي شحال يمكن فاش كانوا يغلاضوا صافي ما كانوش يقدروا يخرجوا من الدار حتى يموتوا فيها، لان صغيره ما تقدرش تفوت. شوف شوف اختي على طبيعه كي دايره قدي، الله الى الحياه هاد الفيلاجات هادي. شوف اللي هضرنا عليه شتو، راني نسيت الضو. كل الا ما نسيتش الضو كنسى الصور الداخل، ماشي الصور كنسى فرانا ما ها او دادي مشكل. انا باش نحفظ دركا هادي راه خصني واحد عام. انتو واش حام ها هو لي بيتي فيلاج، هادي هي البلديه. الله يلعن شوف البلديه قداش صغيره، دير لها الدرابو يا بيني هو نردين. ها هو شوف شوف على زناقي واعره. المهم لا فامي نردين غادي يدي في هذه مع كبير، غادي يدي واحد 15. انا عاود في اللوطو ديالي غادي يدي واحد 6، كل غادي يدي 6 7. نردين غادي يدي اكثر حيت هو عنده الفورغو كبيره، وجينا منا علاش حيت الشكاير راهم انا غادي نبقى نجيبهم منو نرميهم لهنايا وهو يديرهم، راه مشى يجيب الدوره. نطلعوا بعدا ادي باش جبت انا حوايج الخدمه، جاي هكا غادي نولي حاله دركا. الزيت دركا الزيتون كيدير كيدير لك واحد الكحوليه، والله انتم هادشي خصنا نهزوه ونبقى ندير ليه بين ما جا. نبقى نقرب بعدا هذوك اللي هيها باش ما نضيعش الوقت اخوتي. ليتس جو. انا راني جاي نعاونكم بعد لبس هاد الكومبليز اخوتي باش ما نتوسخش مع الزيت، راه يردك كحل. هذا هو اللي غادي كبري عليا والفرقو راه واه خلي انا غادي نعاونك. اش تقول نور الدين؟ اش تقول حميد؟ افشل عيا عيا نور الدين عيا. انا نور الدين ها هو الخفي صرجي عيا. ها انتم شوفوا الخفي كي راه يدير. ها ها شفتوا الخفي راه يصرجي الزيتون. ها انتم شوفوا ها الباترونات راه هنا ماشي بحال المغرب يخدموا. غتحسبوا الباترون ها هو نور الدين باترون ها هو يخدم. لحقاش هنا الا ما خدمت شاي ما تاكلش. هنا كريت بات اشريت مدغ، كاين شي حاجه اخرى هنايا اللي يقولوا لها رقد، كل شيء يخدم الخدمه. ونرحمهم احنا هزينا ضيعناها ما جبتش لي قوي حتى. شوف كي وليت كون زعما ماشي هذا كنت كسوه مشات لي. اوف هذوك نمشيو نجيب واحد الفاياج اخر
كاين ايوا عاد نمشي الخضر كلشي البشر هاك كاين غير واحد هنايا بعد المزرعه صافي كملت راه جمع الحوايج نتاعها ها هما حامد دخلوا جيو خاوي دخلوا لها حدا الشغل راه قدامك اول مره خوتي لبس هذا جيت غير ميكانيك واخا ما عرفت بزاف الميكانيك صافي بقى هاد الشكاير هادو خاوي هذا اللي كنا نعمرو فيه الزيتون وصافي خوتي نمشيو والله الصراحه هاد الفيلاج هكا راه ما نكذبش عليكم زوين بزاف والله ودوك المشكل كتكون فيهم حتى الخدمه ها هو نور الدين غادي نسولوه اللي ساكن هنا وغادي يقول لكم ولا اللي كيعطيهم 6 شهور في البلديه نتاع الخدمه 6 شهور اللي كيعطيوها لهم علاش كيديروا هاد الحيله هادي باش الناس تبقى تجي تسكن في الفيلاجات علاش حيت الفيلاجات ولاو كيخوارك عارفين الناس الكبار صافي ماتت اللي كبرت صافي يعني صافي بحال هاد الفيلاجات خواو والناس اللي كانت يلاه كتطلع ما تبغيش تسكن فيهم كيديروا هاد الحيله هادي باش الناس تبقى تجي تسكن في الفيلاجات حيت خواو والله الا راه كتكون الخدمه كيكونوا المزارع الواحد يقد يعطيه مزرعه فابور هنايا المهم والله الا الناس كدير لعبه ولكن هي خصك تصبر ولكن هي صراحه اللي عنده الطوموبيل والله ما يقنط بحال دابا دابا المشكله كتلقى شحال من راجل باغي يجي لهاد الفيلاج حتى كيولادو ما يبغوش يجي يقولوا له حنا نقنطوا هنا وكذا وعندهم الحق الطائله ها هو صيفطوا له الاموال الطائله هذيك انت ماشي ليا انا اسمعوا عليه روحوا لهاد الفيلاج راه يتهلاو فيكم راه هنايا الكالدي هنايا راه يعطيكم 6 شهور تاع الخدمه روحي عند نور الدين يديكم الالكالدي شكرا طبعا في والو فيها يمكن المهم لا فهمي حنا جينا للمزرعة الأخرى شو انتوما غادي نصرجيف ديالي واحد الخمسة ولا أو عامل كحل الشكاية غادي نديرو غادي نغلفوهم باش ما يسخوناش اللوط غنكز أنايا باش نفوت لكم كاين غير هادو ايوا صح هذوك هما يلا المهم لا فامي حنا هزيناهم هزينا خمسه هانتوما لا تلعب لا تا محمد زيد هودنا الكوسان شوفوا الكوسان هانتوما هودناهم تكرفتوا لي على اللوطو ديالي شوفوا كي رديتوه داين فيها الرحيل زيد واش هاد زيد؟ صافي جوج ربعة ستة سبعة تما صافي ماشي مشكل لا زيد هاد النص دير تما دير هاد النص هذا؟ هذا دير له حوالي صافي نتحركوا ان شاء الله نمشي والله الا العذاب كل واحد جايب لوطو وكيسر جي وهادي توسخ اللوطو حامي توشات له لتحت الوالد تاهو توشات له لتحت فاش كنت تدخل لواحد المزرعه كل شيء هادشي كلشي غادي يجي بالزيت هذا المشكل حنا كنا باغيين نكريو شي فورغو ولكن بحال المغرب قال لك خصك 3 ايام وحنايا محتاجين غير جوج سوايع على 3 ايام تخلص 200 اورو حنا شحال غادي كاع نجيبو في هذا الزيت مليون ولا هذه غادي تدي حقها هذيك الاخرى حقها كل لوطو غادي تدي ولكن البلاندي هي هذه هذه هي اللي هذه اللي قلنا لك بك خطره هذه زادت عن بحمار تاع كورونا هذا ما تحقروش راه فكيرين صغيره بصح مقاتله هادي راه انت هادي طرا هادي ديال الطريق الحداده ديال اسانس من داكشي هادي هي اللي صلاح طريق الحداده يا اخوتي لبسنا بخير هاد المطحنه جاي في الفيلاج نتاعنا صحت لي شي فيلاج اخر جاي في الحي الاصطناعي تما ايوا لبسنا على خير وبقاو معنا اخوتي انتم اخوتي حنا نتسناو نور الدين يجي راه مشى يبدل ونتحركوا حميد حميد يلا انت جي مورايا يلا صافي يلا على بركة الله خوتي دعيو معنا اخوكم مازال بوجد راه معلقين 90 ليها الله فامي رحنا وصلنا للمزرعة هاي مش المزرعة هاي اللي كطحن الزيتون ولا كسميتو بس منو كيقول لها المصارة يعني المزرعة لا المصارة يعني المطحانة ولا ما نعرف ايوا الحمد لله بعدا وصلنا سلامات ايوا ديال الماشينة هانتوما فوق ليها طالعه من هي هذوك فين غادي نحطوا الزيتون ليها غادي نرمي الزيتون ليها لداخل وبقى يطلع من هيها ويتطحن المهم انا غادي بلاتي ما تسالوا نوريكم فاش يتطحنوا ليه الزيت في القرع ويديروا له السيق هو بحال هذا هذا الزيت هذا ما شكون اللي جابه تبارك الله راه هادشي نتاع الله راه مذكور في القران انا يا هذا دوك غادي يطلع لفوق حتى يا خوا كامل
هادشي زين. فامي راح نخوي وهانتوما اللاطو ديالي دركا. يلا بقاو معانا. حل هذه احلى انا خويا. هاي هاي يلا اخواتي بقاو معانا. هذا غادي يطلع مع ديك السلطه الفوق. فامي رحنا خوينا صراحه نجمعوا هادشي ونتسناو حتى يعطيونا الزيت. هانتوما لا فامي هو بدا يطلع ها. اللهم بارك. باش تعرفوهم ذكي الورقه كتحايد اوتوماتيك. هانتوما كي كتحايد وكيهود هنا الزيتون يعني الزين بلا ورقه عاد غادي توزن عاد باش تطحن. هانتوما شوفوا من كيطلع هذاك اللي رمينا بالورقه كيطلع ليه كتنقى وكيهود منها وكيطلع منها الجديد النقي بلا ورقه شفتوا والفوق كيتطحن. ها هو حامد يزي يعاونهم باش الزيتون يدخل مزيان. حميد اضرب الزويته اليوم قول لي بلديه. احنا وزنا جاتنا طن و245 تقريبا 1000 كيلو 245 صافي قالنا جوج سوايع ونص ثلاثه انا ماشي مقانا جوج سوايع ثلاثه. الواليد هو ونور الدين مشى لواحد الفيلاج يقضوا شي غراض. انا غادي نحايد هذا الكومبلي هذا رد الكوسان شوفوا الكوسان كي راهم هاودين وغادي نمشي انا وحميد نتقهوى عند القهوه نتاع المغربي ونجلسوا تما جوج سوايع لان باش تجلسوا هنايا ساعه جوج سوايع راه ما كان ما يدا مش بعدا غير نفطروا شو شو تكرفصوا لي على الحديده. والله هديتهم الله والله ما نطلقهم يجيو يرقلوها لي انا هذا هاد الكرسي هذا هودوه انا ما عرفتش كي غادي ندير نطلع. بلاتي غادي نضرب لها شي دوش واعر مسكوش حنا اللي ندوشو ولا حتى الحديد خصو يدوش. نديها بلاتي لافاج ولا نتهلا فيك المهمة نتهلا فيك الحبيبة هادي راه فكيرينا ديالي. نمشيو نتقهوى بعدا وحن الله شوفوا يدينا كي ولا ندخل انا خصني غير يدي. حميد بالصحة الله يحفظك. دايما 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 كننسى ما هما خوتي عاود نسيت الصوارت في الكونتاكت وبلات خرا لا ما راش محلول ها هو محلول لاما. انا ما كذبتش عليكم الصباح عاد السمار شحال مره كنبلع لوطو كنسى السوار الداخل واش علاش كنسى؟ صح هاد السمار تقدر تكون زي يلا واش لاماني بحيت خوينا الزيتو صافي والله الا ما عرفتش اخوتي على السوارت قول لي اخويا حميد شي طريقه السوارت ما بقاش نساهم الداخل والله الا السوارت كنساهم في الكونتاكت ها هما ها هما شفتهم ولا لا؟ والله الا كنساهم دائما لماذا صاحبي؟ ماشي كنسى خصني نتفكر نبقى نحايد لا تفكرهم هي دير لهم سميتو هذا وقدر شحال مره نسيتهم والله العظيم اصاحبي. المهم خوتي غادي نمشيو نجيبو الزيتون وغادي تشوفوا النتيجه من هذه الخدمه كامله اللي خدمنا ان شاء الله. هاد الزيت راه غير للدار يعني ماشي غادي يتباع ولا هذا هاد العمى حميد ضرب الزيت حتى يخرج لك من عينيك الدودة ها هو. احنا كملنا الزيت فيتاز هاك حميد دير كطرية تحد لي الفيتاز مشكلة ودرك انا ما حافظوش اخواتي دوك انا ما عرفتش كيفاش غادي ندير له والله خصني ندير له الكولا ولا ما نعرف شوف كيف احنا جينا لا فاميل ولينا المعصاره ولا كي سميتها والله الا السوار ثاني جبتهم معايا راه الصباح قلت لكم كنساهم وراكم شفتوا بعينيكم الحمد لله الامان كان محلول لا راه جبتها غير الله يحفظه صافي انا واش هذا الصباح هذا الصباح الزيت كي داير واش واعر ولا واش واعر يلا الخفين جبدوا الزيت وغادي تقسم لا فاميل اللي كتفرجوا فينا تعطيهم الزيت راه عنده الزيت بزاف يعطيكم اللي بغى الزيت ويبغى يداوي العظام والدار يدير وهو السي عمر الله يشافيك اخويا عمر هاني كلشي مزيان ما كلشي حاجه حتى تدي الزيت ياك ان شاء الله كلشي غادي دي الزيت اليوم وفرحه. المهم راه يكونوا وجدوهم باش نوري لكم داكشي اخوتي بقاو معنا. المهم لا فامي قال لكم واحد الحاجه كتخرج من هذا الزيت الزيتون كتداوي الدار. المهم ندير لكم انا نصور لكم نصيحه باش اللي بغى يشوف هذا الدواء هذا يجربوا الواحد ديما يدير السبب الكمال على الله. مع الوليد عندي مرض بالدار دعيه معاه بالشفاء
هذا يعطي يمكن هذاك العظم تاع الزيتون. هذا نمشي نشوف. هذا هو العظم تاع الزيتون. هنا كيطيح. هذا راه مزيان تاع الصمد هذه الدمعة. العظم. هذاك العلف تاع الزيتون فاش كيتطحن كيولي هكا قال لك هذاك مزيان للظهر ديروه في ظهركم بالليل. ها واحد تاع الصمد غادي يمشي يدي. أنا با مشى يدي يدير في البيدو حسن. دركا روح فاهمين هذاك الدوش كيفاش يديروا له يستعملوه الناس. اي هو خصك الطريقه. انت دركا راك دكتور وخفي وكل شيء. دكتور انت على الاعشاب. اقول لهم كي يديروا الزيتون. قول لهم على الاعشابي. انا معروف شوف قول لهم. لا ما عليه ما نقول خليه. ولا كيفاش كيداويوا به واش يديروا في الظهر. اقول لهم اصاحبي طيب الظهر. شو انت قول له هو وقول لي انا. شوف فيه وقول له بحال. قال لك اسيدي هذا الدواء نور الدين هذاك نتاع المطحن هذاك الزيتون اللي كيدقدق يفوت فرح هذاك ذاك العظم دياله والوسخ دياله. قال لك اللي عنده الظهر مريض يديروه على ظهره في الليل ويعقد بشي كتانه وراه غادي يبرا يولي ولا كابيه ولا على شي حاجه ولا الله اعلم. المهم حنايا نقولوا للناس اللي يعرف شي حاجه يدير هذا الشيء يديره يمشي عند الرحى ويطلب لهم هذاك العظم ويطلع لظهره. ها الزويته جات. واش الخفي هادو لا فامي ياك هانتوما. والله الا هذا هو الدواء خوتي. ها هو الدواء تخيلوا هذا اللي طحناه. ها هو اللي ديناه قبيله وما طحنوه. حتى بلاتي نحل لكم نوريكم. ها خلي بلاتي يا صاحبي. المهم لا فامي هما راهم قاعدين يخلصوا نوريكم بعد الزويته بحيث ضروري هادشي خصو يتخلص. تقريبا شي 150 اورو للطون يعني هادشي كامل باش يعني خرجوه لنا زيت وطحنوه راه شي 1700 درهم. هانتوما هادشي رابط باش طحنوه لنا شي 170 اورو. شحال كاين هنا؟ كاين 200 يوترو تقريبا. هانتوما دوكا نحلو شي كرطون ونوريكم. خلي حتى نفرقوا هادشي ومازال غادي نخدم انا واحد الصمار غير هذا مول هذا الفينكا هادي غادي نخدمو معاه ان شاء الله. غادي نبداو الاثنين. ها هو الزيت اخوتي والله الا باقي سخون. الزيت والله الا باقي سخون والله الا تمنيت يعني تذوقوها والله العظيم. مازال ما ذقتها وراني نقول لكم تمنيت تذوقوها. بنلعب وشوف. المهم مخسر هو هذا. دوك غادي نقسمو هاد الزويته هادي غادي يعني تبقى للدار ما غاديش تتباع. ولكن اللي غادي نخدم انا عود الصمد ان شاء الله غادي هذيك تتباع لان خصنا الفلوس. غادي نخليوها للدار ناكلوها. والله الا حميد باقي سخون الزيت الزويته. الله الا حميد غادي تربي الصحه. عارف قداش غادي يولي حميد ولا غادي يولي قد الصور. المهم خوتي اش غادي نقول لكم دوك غادي نخرج الخيفي باش نقسموا ديك الزيت وصافي. الصمد دير واش دراستك نخدموا باش نجمعوا الصرف. راه شي واحد المغامره خوتي. غادي نسافروا انا الصمد غادي نمشي نخدموا غادي نبقاو نديروا لكم فلوغات في المدينات. في العشيه غادي نمشيو نصيفطوا واحد البركه هذيك ما قلتها لهم جات الصمد. غادي نمشيو نصيفطوا واحد الفلوس لواحد السيد غادي نكريو عليه بيت. واحد السيد العمر هذا دار قالنا نتوما ديروا ماشي راني انا كاري لكم بيت بحال هكا كاريين الدار دخلوا خرجوا بكم ما بغيتوا يعني خذوا راحتكم لا كثر خيره. غادي بلاتي نصيفطوا له ان شاء الله الفلوس نقول لهم المدينه غادي نمشيو لها ولا لا 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 تبقى مفاجاه. المهم حاجه اللي نقول لكم فيها البحر فيها البحر وفيها المغامرات فيها الزهرات. انا هي الزهره تاعي ها هي. المهم الهضره بزاف ما كاينش اخوتي تبقاو معنا ولا غادي تعرفوا الجديد تفرهم هادو. اي والله نديو اللوطو. لا مازال شو نديو لنا الزيت. ها صاحبي نمشيو نديو الزيت. ها هما الترافيكانتيس بابلو سكوبار. عندنا فاردوس راكم بحال هذوك تاع ناركوس. الله يلاه هما الافلام تاع ناركوس. حلمان فوت له انتوما ناركوس. هو زيد المهم راه فاهمين نديرو ليس نصعد نمشيو. يلاه دير عمر لنا احنا غير نعمروه فيها والله العظيم. صافي اش عمر بلعو وراني هنايا. والله الا اخوتي وصلنا لواحد التكنولوجيا وما ديرش والله الا ولاو كينقصوا الخدام كلشي ولا بالماشينات يحصراهم محطان تاع الاساس تلقى الخدام وهادي دركا كلشي ولا اوتوماتيك. اللي غاو بنادم يبقى يطلب ما يبقاش يخدم ولا كيرزقنا على ربي سبحانه. لا فامي الواليد راه غادي. انا هادشي اللي جانا في حقنا قسمناه. كليت واحد الطيحه هنايا والله الا قلت لك بغيت نهز جوج وغلبوا عليا وجيت هكا مولي خصني نضرب انا هاد القله هادي. شفتوا هادي لا ضربتها والله تنولي احسن فلاح في العالم.
نكذبش عليكم، هادي انا كنفطر غير بزيت الزيت، ومن بعد حسيت بحال خصني الحديد بحال وليت كانفش، ولكن ها هو الدواء ها. واش لا فامي والله المغرب درت واحد النعسه فاش جيت للدار كليت واحد شويه زيت الزيتون بالخبز. واش غادي نقول لكم؟ داك الزيتون زيت الزيتون ما شاء الله وصافي. انا ما عرفتش واش تعرفني والله الا دوخني واحد النعسة عمري نعسها يمكن والله الا فاش فقت ما عرفتش واش راها الوحده ولا عامين ولا ثلاثه. واش غادي نقول لكم؟ واحد الحاجه اخرى فامي، لقيت راسك غادي نمشيو للبنك غادي نصيفطوا الفلوس لذاك السيد اللي غادي نكريو عليه البيت، واصلا ذاك السيد ما راهش في الدار يعني البيت الدار تبقى لنا حنايا ولا في الدار غادي نخدموا ان شاء الله. والمساج اللي بغيت نخلي لكم هو يعني الواحد توكل على الله ودبر على راسه بحال انا تصاوب حنا غاديين اصحاب لكم زعما رحنا لاقين الخدمه والله الا غاديين حنا ما كنعرفو حتى نعرفو شي واحد كنعرفو حتى واحد دايرين في الدمول انا وغادي نتمو ندبروا الخدمه وغادي الواحد خصو يتعلم يصوفي راسو. حنا غادي نشدو اللوطو الطوموبيل غادي نديو المنطات نتاعنا نديو معنا نديو هادي ونمشي نتوكلوا على الله فين ما لقينا الخدمه هادي غادي نجلسوا واحد شهر شهرين نخدموا عاود نتنقلوا يعني حنا غادي نعيشوا شي مغامرات جداد نجيبوا تايلاند ولا حنا ما نعرف كاع المهم هاد اللوطو هادي غادي نديروا بها العالميه كامله ان شاء الله. كل هذاك الشيء نكتبوا لها البلاصه نكتبوا شي حاجه وندير لكم فلوق يعني كنقول اخوتي دعمونا لي لايك كومونتير زوين قول لهم اخويا الصامات شي حاجه قول لهم يدعمونا سوبور مثلا اخر فيديو انا شفت السوبور تاعكم بزاف والله الا فرحنا صافي. المهم يلا اخوتي بقاو معنا مشينا نخلصوا الفلوس ونمشيو نضربوا شي دوره وصافي. هذو هما اليوميات نتاعنا راكم كتعيشوهم معنا وقريب غادي تعيشوا واحد اليوميات اللي بشكال ومغامرات اللي زوينه بزاف فاني صبت الشتاء انا قلت لكم ما كنتش في هاد الدنيا. المهم لا فامي حنا غاديين غير في شويه الصامات يبقاو يبلعوا لنا ديك البنكه لداخل حيت الفلوس كتكريسها لداخل ماشي يعني بنكه كتكون حاله غير داك الكيشي ولا كيفاش كيقولوا له الكيشي يعني الكيشي دوكا بون فرونسي با وي تي كوم سابع حنا عشنا بلا فرونسي هادي شحال انا وما انا وما ما فامي باسكو تو حنايا. المهم لا فامي عرفت الصامات راه قعدت في اللوطو ما لقيناش باركينغ غادي نكريسيو الفلوس في هاد البنكه ونتحركوا ان شاء الله. نحيه البيت غادي نكريوها ان شاء الله ب 240 اورو وكو عارفين نتوما العائله نتاعي انا راه كنتقاسم معكم اي حاجه غير هي جامي مكريسيت الفلوس في هاد البنك هادي عاود تاكلها لي بحال واحد المره. المهم كريسيها اخوتي ونكمل فوالا لا فامي غادي ندخلوا الفلوس غادي نصيفطوا له ان شاء الله 200 اورو غادي تبقى له 40 اورو حتى نجيو هانتوما لان هاد الفلوس انا اللي غادي نصيفط له ماشي نتاع شهر 12 هادي تالت شهر واحد لان دوكا حنا مازال في النص نتاع شهر 12 يعني حنا غادي نشدو البيت من شهر واحد للقدام حيت شهر واحد قالك غادي تما يبدا الموسم نتاع معرفش واحد داير بحال الفريزه معرف التوت يمكن يمكن التوت. المهم مازال باقي مازال باقي النهارات وراه غادي ندير لكم فلوغ غادي تفهموا كلشي. المهم حاجه اللي نقول لكم غادي يجيو مغامرات جداد هاد البلاصة فيها البحر ما غادي نقول والو تخلي هادشي يعني مفاجأة غادي نسافروا في الطريق قبل ما نمشيو ديريكت لديك البلاصة غادي نسافروا لشي مدينة نضحكوا شوية ننشطوا عادي. المهم بقاو معنا وراه الهضرة بزاف ما بقاش تعجبني خصكم تشوفوا الجديد بعينيكم يمكن ما يخرجليش التيكي أنا درت يمكن بلا ما يخرجلي التيكي ماشي مشكل غادي نصوني له دركا ونقولها له. واش لا فامي كتمني في الدار راني كنتفرج في التلفازه بقيت غادي نمشي نجبد عليها بنعسه باش غدا ان شاء الله نفيقوا بكري. شكرا بزاف على السبورت نتاعكم والله الا فرحان حيت انا كنت سبورتي وانا من القلب لي لايك كومونتيرات زوينين والله الا كي داكشي كيفرحني بزاف نوريكم الهدا انتوما هما التخات هما نشوفوا شي وحده بحلوله راه قبيله تشناها ها هي ها هي القران تاع الزيت يعني هذا هو الزيت اللي خدمناه في الفلوغ اللي شفتو قبل هذا هو الزيت راه خرج زوين صراحه ها انتم هذه هي الزويته اللي خدمناه فيها ها هي والله الا دواء يعني صراحه زوينه تخدم بشي حاجه وتمشي تطحنها يعني دوك هذا الزيت انا كنت خدام فيه والله ما متيق واو لا لا ما شاء الله وراه الزيت زيت الزيتون راه دواء خوتي والله راه مذكور في القران واي حاجه مذكوره في القران راه شي حاجه اللي كبيره بزاف والله العظيم. ونتمنى يكون عجبكم الفلوغ ما نطولش عليكم اخوتي ان شاء الله تستناو الفيديو الجديد الفيديو الجديد وقيله لا انا قبل ما غادي نسافروا لهذا القنت انا عاد الصامد اللي تبقى مفاجاه اللي نصور لكم بزاف الحوايج في الطريق وما تعيشوا معنا واحد المغامرات زوينه غادي نمشي واحد غادي نمشي الويكاند لمدريد ندوز واحد اليومين ومن هنا نودع
دراري صحابي تما وعبدو لا فامي وكذا، نجي هنا عاد نمشي ان شاء الله. حتى انا السيمانه الجايه غادي نسافر انا عند الصامات، يعني الكره خلصنا هذه، حنا مرسين يعني غادي نمشيو ديريكت للدار، وتما غادي نقلبوا الخدمه، غادي نبقاو نصوروا لكم الاجواء كيفاش دايره في ديك الجهه، حاجه اللي نقول لكم فيها البحر. وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام حميدي اوفيسيال اللي غادي نخلي لكم تحت في الديسكريبشن، تما راه كندير ستوريز بزاف، كندير تصاور، ندير لي باين شي حوايج اللي ما كنديرهمش في يوتيوب. فاش كنغبر في يوتيوب راه كنكون في انستغرام اكتيف، وراكم عزاز وراكم شفتوا الزويته هذه هي. لقيتوني تعشيت، تعشينا اليوم الشربه. الشربه والهربه، علاش راني نشرب الشربه باش نهرب؟ علاش كيقول لك الشربه والهربه؟ يلا خوتي تهلاو لي فراسكم، وراكم عزاز بزاف، تسناو تا فلوق جديد ان شاء الله باذن الله. ليلة سعيدة.